صباح الخير يا جواد. أنا وسنس دكتور. صباح الخير يا أنس، آسف. لا يا دكتور، ولا يما. الصوت، سبحان الله، على الصوت هيك، عرفت علي؟ خلص استنى شوية بس اه ده أعمل. مو لأنه دائما هو اللي بصبح عليك. أي سادك يا سيدي، امبارح حكينا احنا عن الكمبيوتر، صح ولا غلطان؟ اه شباب، اه دكتور، يقول حكينا امبارح على الكمبيوتر احنا، صح، على دوائر المقارنة، مظبوط. وقلنا انه هاي الدائرة عبارة عن دائرة الكترونية، صح، تتكون من عدة مداخل وخارجها بحددهن عدد المدخلات. وقلنا عادة بشكل عام اذا بدك تعمل اي مقارنة بدك تقارن شيء بشيء. إذا كنا بنحكي على الديجيتال بدنا نشوف إنه مين هالأرقام، مثلا لو نقارن بين رقمين فنقارن إنه هل هو greater than أو less than أو equal، يعني أكبر أو أصغر أو زي ما يسموها أكبر أو أصغر أو يساوي أو متساويات. يعني ما بعرف إذا حدا عنده استفسار أو سؤال أو أي شيء، أنا جاهز. في حدا عنده استفسار أو سؤال عن بالنسبة لامبارح يا إخوان؟ الكل ساكت يعني؟ لا 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 دكتور، كله تمام إن شاء الله. ممتاز. فلو قلنا بدنا نقارن ما بين عددين، خلينا نحكي مثلا لو كان عندي لو كل بت لو بين العددين هذول كل واحد بتكون من 2 بت، كويس، كل واحد منهم بتكون من 2 بت. لو قلنا عندنا الرقمين هذول A وعندنا B، A بتساوي A0 و A1 وبي بتساوي بي 0 وبي 1. هسه انا بقول لك اعمل لي عمليه كومبير ما بين هذول العددين، شو لازم نساوي احنا بالحاله هاي؟ مين يذكرني يا اخوان؟ اه شباب، يا شباب يا طيبين. طيب يعني ما فيش حدا ولا ايش القصه يا اخوان؟ سامعين انتو؟ اه دكتور، سامعينك معك. لا يا ناس، ما حدا شايف غير انت مصحصح معي، ولا الشباب باقي كلها نايمة؟ طب وحد الله يا اخوان. شايف اخصون اخصون انت معك دكتور. موجود؟ اه موجود. سولفوا، ما بنقولكم صباح الخير، بنقول يا شباب يا عرب اسمعين. اه دكتور، معك دكتور احمد فضيل. سامعك سامعك دكتور، معك ان شاء الله. ايمن غزلان دكتور، معك دكتور. ما تصحصحوا، ما بسال قاعد شو بنساوي بالحاله هاي. علي العمري، معك دكتور. شو سولفوا؟ بنطلع شو اسمه، بنسمم دائره هاي مربع اللي زي الديكودر، نعمل تروث تيبل.
بنعمل تروستيبل، خلينا نعمل تروستيبل الأواسس، نعمل عملية المقارنة، بعدين بنطلع المعادلات ونرسم الرسمة. هاي كل ما هنالك. أوكي؟ فأنا هون إذا كان هذول عندي معناته التروستيبل بده يكون عندي A1 A0 B1 B0. الأوتبوت شو بيطلع عندي يا إخوان؟ ها يا شباب شو الأوتبوت؟ طيب يا يساوي يا أكبر يا أصغر. يا سلام عليك، يعني بده يكون عندي الأوتبوت، خلينا نشطب معناته نفتح. عرفنا السؤال ها؟ عشان تزبط معنا نعمل تروث تيبل، لأنه اليوم بدنا نحكي كمان عن إشي موضوع جديد اللي هو الفلوب فلوب. طيب خلينا نشطب هنا. أوكي هاي A1 A0 B1 B0. الأوتبوت عندي بده يكون A أكبر من B أو A بتساوي B. A أكبر من B و A less than B. كويس، هذا الأوتبوت. بس المداخل طبعا إشي طبيعي، بدها تكون كلها يتن أصفار. الجدول العادي بتعرفوها دكتور. بعديها بننتقل إلى واحد 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 واحد. ماشي، إلى آخره. يعني هذا اللي بقدر أسوي لكم إياه. هسه هون بالعملية المقارنة بدي أشوف أنا هل حقيقيا الأرقام الموجودة عندي هون، هذا عندي طبعا الزيرو الواحد الاثنين الثلاثة إلى 15. أوكي ليش؟ لأنه أنا عندي 2 ديجيت، كل واحد منها من خانتين أو 2 بت، يعني كل واحد من خانتين، فصار عندي 4 إنبوت معناته من 0 إلى 15. هل إيه هاي إيه بنخذها ككتلة واحدة كعدد واحد وهاي العدد الثاني معاي أنتو؟ هل إيه متساوي مع بي؟ مش كلها بس في أول حالة وفي آخر حالة. إن الله مع الصبر، معناته فعلا هي متساوية، معناته هون زيرو وهون زيرو صح؟ تمام. طيب هل إيه هون متساوي مع بي؟ لا لا، معناته هي بتاخد زيرو. هل إيه أكبر من بي؟ برضو لا لا زيرو. معناته هل إيه أصغر من بي؟ نعم بتاخد واحد. أول ثمان حالات، أول ثمان حالات كلهم بيكونوا A أكبر من A أصغر من B. لا لا ما نشدش كثير، بلاش نتورط إحنا بعدين صح؟ ما بدنا نتورط في كل الأمور، خلينا على مهلنا. ماشي، هون نفس الشيء إنه A فعليا أصغر من B. هسه هون لاحظ أنت الأربعة، الأربعة A أكبر من B صح؟ مظبوط معي أنتو؟ معك دكتور. وقدنا العشرة، العشرة هي واحد صفر واحد صفر، مين أكبر مين أصغر مين كذا؟ متساوي. لاحظة مش صار عندي بس الأول والأخير، والعشرة عندي صح ولا لا؟ وهذول صح. كذا شيك؟ آخر متساوية إلى آخره. طبعا الوحدات كمان هن متساويات. عرفنا كيف نصممها؟ عرفنا إنه متى بتكون عندي متساوي، متى بتكون عندي greater than، متى بتكون عندي less than، مش هيك؟ خلص هذا هيك التروث تيبل بنسويه. من التروث تيبل بنبين عنا نعزز، ممكن نعمل خارطة كارنوف أو نعمل معادلات دايركت، انت حر زي ما عملنا بالمحاضرة السابقة. أساس أعمل أنا المعادلات باعتقادي بنأخذ كل واحدة لحالها. ماشي،
كل واحد الحالة يعني الاي بتساوي كذا الحال، الاي الاكبر بتساوي والاصغر بتساوي، نطلع بالمعادلات بنختار هاي لحال، الواحد هون الواحد هون الواحد اللي هون الكذا، بنختار هاي اللي هون اللي هون اللي يعني حسب وين موجود عندي حالة لترو. اوكي، بنعمل المعادلات المطلوبة مني ومن ثم برسم الرسمة. حدا عنده اي سؤال او استفسار عن الموضوع هذا؟ يعني الهدوء. نطلع واحد بس من من الواحد، نطلع خط. ليش يابا؟ اسمع، نطلع من الواحد خط. هي من الواحد بس بطلع الخطوط اللي بدي اياها وبارسم الرسمه، ما عنديش اي غبار فيها. كيف رسمنا المحاضره السابقه؟ انه طلعنا يوم ما كانت الاي بتساوي بي، وبعدين طلعنا الاي اكبر من بي واي اصغر من بي، طلع عندي معادلات، المعادلات هذول بنرسم الرسمه بس. طلعت عندي بتذكر اكسكلوزيف نوت اور جيت، صح؟ طيب خلينا، اذا كل شيء مفهوم يا اخوان بفهم هيك خلاص اقلب الصفحه. حدا عنده استفسار او سؤال يا اخوان؟ السكوت علامه الرضا عندي، زي اللي بده يخطب. شو؟ لا لا تمام دكتور، تمام. اوكي انس، يلا قولوا يا رب. خلينا ننتقل لموضوع آخر من المواضيع المهمة، اللي هو الفليب فلوب، اللي هو إيش الفليب فلوب؟ طبعاً بتتذكروا يا أخوان في بداية حديثنا عن الكومبيننشال سيركت أو على السيركت بشكل عام، قلنا احنا بتقسم إلى قسمين اللي هن الكومبيننشال سيركت والسيكوانشال سيركت، اللي هو دوائر منطقية تتابعية ودوائر منطقية تعاقبية. شيك حكينا؟ شو الفرق بينهن؟ ان الدوائر في ذاكرة، في ذاكرة تخزين، انه بيكون عندي فيدباك على اساس ايش تخزن بعض الارقام. يعني دليل على ذلك يا اخوان، اذا الدوائر تتبعية. دكتور مش حكينا لها نوعين؟ طبعا. شو انا نسيها بس. احنا قلنا في عنا نوعين، قلنا عنا تتابعية وتعاقبية. نعم. كان في واحدة لها تخزين واحدة بدون. من هذا اللي بقول لك يعني في واحدة فيها. شو الاسامي عن الاسم؟ انا بقول لك في واحدة منهن في لها عناصر تخزين والثانية ما لهاش عناصر تخزين، هذا الفرق الوحيد بينهن. وقلنا لكم يعني مثلا لاحظ انت قاعد بترن تضرب تلفون قاعد، تمام. بس التلفون يعني مثلا نحكي التلفون، انت بتضرب ارقام صح؟ مظبوط. هسا الرقم الاول ضربت والثاني والثالث والرابع والخامس، مثلا عندنا احنا بعرفش كم رقم احنا عندنا هنا، ثمان ارقام. او التلفون الارضي، خلينا نحكي تلفون الارضي، التلفون الارضي بدك ترن عليه سبع ارقام، ست مع الاول سبع ارقام. مزبوط مزبوط ولا لا؟ بدون صفر ستة بترن الارقام السبعه هاي. ست ارقام بترنهم ما فيش عندك ولا اي كونكشن، صح ولا لا؟ مظبوط. ايش هو بيساوي؟ بخزن هاي الارقام، ما بربطك، بصير الاكشن فعال عندك التلفون، بصير بس تضرب الرقم السابع بصير هو الاكتف لمين؟ للرقم نفسه هذا اللي ضربته انت. يعني الرقم السابع هو اللي بفعله. ها؟ الرقم السابع هو اللي بفعل كامل الرقم. نعم، هو هذا اللي احنا كنا نقول شو اللي بده يكون عندك على اوتبوت، لانه الست الارقام الاولانيه بجوز يكون عندك مليون رقم زيها، كل احتمالات الست ارقام موجوده، ولا غلطان؟ مظبوط. لكن بالرقم السابع انت ثبتت انه بدي هذا الرقم بالذات، عشان هيك ان الارقام بتكون مخزنه، بتكون تتابعيه، واحد ولا والثاني بدك تسويه. طيب في عندي زي ما انتم عرفتوا بالموضوع هذا اشي اسمه الفلوب فلوب، والفلوب فلوب هو عبارة عن دائرة أو سيركت
ثنائية الاستقرار. شو يعني ثنائية الاستقرار؟ صفر يا واحد، يعني دائما بدها تستقر، دائما بيكون هو يعني up to date، يعني دائما شغال، دائما بده يكون يا بحالة الاستقرار يا بحالة الون يا بحالة الزيرو، دائما يا إما واحد يا إما زيرو، وبيظل على الحالة اللي هو موجود فيها تيصير عملية تريجرينج أو عملية تغيير في إحدى المدخلات، يعني بصير تحفزه أو تحركه أو تعمل لك إشي عليه يتحرك، إذا ما حركته بيظل عليها نايم، مثل العداد، مثل الفلوب فلوب. هسا عداد الكهرباء بالبيت ثابت، لكن اكبس أي كبسة كهربائية ببلش إيش يتحرك، لكن طالما أنت قاطع القاطع وهو إيش نايم على العداد الموجود فيه. شيك عداد السيارة، إذا أنت ما دعست بنزين أو ما شغلتش السيارة ما بمشي، بضل ثابت، صح ولا غلط؟ صح. هذا اللي بصير عندنا، يعني مستحيل بضل هو مستقر عليها إلا أنه يصير عندك تغيير على المدخلات اللي بصير عليها، بتغير من الصفر إلى الواحد أو من الواحد إلى الصفر. فإذا وجدت هاي الستيت على الصفر بظل قاعد على الصفر، تصير عملية قلنا تحفيز أو عملية تحريك له، وإذا الواحد بظل هو على الواحد. وهذول الحالات احنا بنسميها هاي حالة الواحد وهاي حالة الصفر. أوكي طيب، بمعنى آخر إنه السيركت هاي لديها القدرة أو تستطيع إنها تخزن أو تتذكر state zero or state one فقط، عشان هيك تعتبر من المكونات الأساسية لوحدة الذاكرة في النظم الرقمية. لهني ايش هذول يا اخوان؟ عن ايش بحكي انا؟ الفلوب فلوب. عن الفلوب فلوب. فلوب فلوب بالعربي يعني المرجاح بلغتنا يعني، او بالعراقي بيقولوا له النطاط، اخواننا السوريين بيحكوا عنه القلاب. ماشي. ليش؟ لانه هو بيظل بتمرجح ما بين الزيرو والون، بتنطط من هذا لهذا، بقلب من كذا لكذا، يعني هاي التسميات مش لوب انجليزي فلوب فلوب عشان ما يكونش لبس بالموضوع. اوكي لحد الان واضح؟ طيب، اكثر انواع الفلوب فلوب الها أكثر من مدخل، لكن دائماً إلها two output، two output. يعني الفلوب فلوب ممكن يكون عنده مدخل واحد أو أكثر، لكن أغلبها إلها minimum two input، وإلها كم output؟ واحد، تو، اثنين، اثنين، اثنين يا عيسى، اثنين، اثنين أوتبوت، اثنين أوتبوت، نعم، إلها اثنين أوتبوت. ليش لها اثنين أوتبوت؟ كل منها بخزن رقم ثنائي بت واحد، ولازم يكون مكملات لبعضهن، لازم يكونن مكملات لبعضهن، يعني واحد بخزن الون والثاني بخزن الزيرو. لو قلنا انه مثلا يعني المخرج بيكون عندي بدي اسميه كيو تي، المخرج الثاني شو بده يكون؟ تي كيو نوت كيو تي، صح؟ اذا واحد كيو تي الثاني نوت كيو تي، هذا منطقي، ما هن مكملات لبعض اللي بنحكي، ولا غلط؟
طيب تمام. ابسط طبعا عندي انا انواع كثير من الفلوب فلوب يا اخوان، عشان هيك بقول لك انا اغلبهن، لانه عندي انواع كثير راح ناخذ بعض منهن من هاي انواع الفلوب فلوب. ابسط شكل لدائرة الفلوب فلوب هي عبارة عن تو بوابتي الجيت اللي بحكي عنها النت اور، وبتسمى هاي الدائرة باللاتش سيركت. شو اسمها؟ لاتش اللي هي المتصقة، يعني لاتش سيركت المزحلق المزلاج يعني بالعربي، ما هذا ما بعرف شو اقول لكم اسمها لاتش. واحنا عادة الرسمة تاعتها زي ما قلنا لكم انه بنرسم، او هي عبارة عن بوابتي النور اللي هي النور اللي هي نات اور، بكون مربوطين مع بعضهن البعض بيجن بالشكل التالي. لاحظ علي شو اللي بدي ارسمه انا، هاي بوابة اور وهي بوابة اور، شيك اساس تصير نور بنعمل نات اور. كويس، إلها مدخل واحد من هون، هذا X ماشي وهذا Y. للآن واضح يا شباب؟ هلأ X و Y. طيب بصير هاي الرسم هيك بتصير، شو رأيكم؟ والأوتبوت Q T. T يعني اللحظة الزمنية، وهنا نط كيوتي ليش لازم يكون متممات لبعض. ماشي، هلا مخرج لكيوتي هم يا دكتور. هذا مستحيل طبعا. ليه؟ ليش؟ لانه اذا بتتذكروا يوم ما كنا نحكي على اللوجيك جيت شو كنا نحكي؟ على اني جيت بالضبط، اي جيت يا اخوان غير النط شو كنا نحكي؟ قلنا يا اخوان اذا ارجع اذكركم كمان مره انه عندي انا 3 تايبس اوف جيتس، عندي 3 انواع اساسيه البيسكس اللي هن الاور والاند والنط، واشتقت منهن النط اور والناند والاكسكلوزيف. تذكروا الحكي هذا؟ تمام. وقلنا لكم انه احنا البوابه الوحيده اللي لها وان انبوت وان اوت بوت اللي هي النت، صح؟ تمام مظبوط. اما باقي البوابات على الاقل يجب ان يكون عندنا، مش هيك صار الحديث؟ صح، على الاقل لازم يكون عندي تو انبوت. طب انا عندي بوابه نور هون، صح ولا لا؟ طب عندي مدخل واحد، يجوز هذا الحكي؟ لا يجوز. معناته أنا مخرج الكيوتي هو مدخل لمين؟ للواي الإكس، ومخرج الإكس هو مدخل لمين؟ مدخل الواي. مخرج الإكس هو مدخل للواي، ومخرج الواي هو مدخل للإكس. لاحظت الرسمة؟ هذا بنسميه إحنا هاي الدائرة الأساسية للفلوب فلوب. ومخرج الدوائر هو في اللحظة الزمنية الحالية هي سميناها QT والنوت QT. انفينيت لوب بتصير، صح؟ لا Infinite انا بهمني ايش مو هاي هي عبارة عن سيركت موجودة في عداد الكهرباء اللي عندكم بالدار. تمام ماشي، بس تدخل اشارة سواء هون او هون بتغير، بدك تغير اهم اشي بالفلوب فلوب الموجود عندك هنا، ما يطلق على الاوتبوت 0 او 0 او 1 و1، لازم دائما يكون ايش مكملات لبعضهم البعض. يعني اذا كان هنا عندي 0 بده يكون عندي هنا 1، واذا كان عندي هنا 1 بده يكون عندي هنا 0. هذا شرط اساسي لعمل الفلوب فلوب، لانه اذا صار متشابهات معناته صار عندي خلل.
لأن المكملات لبعضها البعض. والدليل على ذلك لو قلنا إحنا إذا كانت عندي X بتساوي صفر وY بتساوي صفر وقلنا لQT بتساوي صفر معناته النات QT تساوي واحد تساوي واحد. طب نجرب شو اللي بنسوي إحنا لو قلنا هذه عندي صفر الX صفر أخذناها كويس. ما بعرف يعني أعمل لكم أوكي خلينا نعمل أسأل. لو قلنا هاي صفر وهاي صفر لا إحنا اعتبرنا الكيوتي اللحظة الزمنية الحالية صفر. إذا كانت هاي صفر وهاي صفر صفر أور صفر شو بعطيني صفر طبعا صفر معناته على أوتوت شو بده يكون عندي صفر لا بده يكون عندي واحد من حط نوت نوت تمام مضبوط ولا لا معناته واحد صار عندي هنا زيرو أور ون مش صح معطينا واحد ما تخلي هاي زيرو أور ون نعكسها شو صفر معناته صفر. هنا صار عندي واحد هنا عندي صفر صح واضح شباب الفكرة هسا اتغيرت هاي من الصفر للواحد هسا واحد أور زيرو شو بعطينا على الأوتبوت واحد زيرو مالكو شباب أور واحد أور زيرو هسا واحد أور زيرو مع النات بعطيني واحد مع النات بيعطيني زيرو تمام. لو كان عندي هاي زيرو زيرو أور زيرو زيرو هون شو بيقول عندي واحد آخره بحيث إنه دائما المخرجات اللي عندي لازم يكون مترممات لبعضها البعض أوكي شباب معاي صحيحين تقول لنا يمين معك طيب لو أخذنا أخذنا يوم ما كانت هاي صفر وهاي تكون عندي واحد طيب شو نعمل فيما لو إحنا بدنا نأخذ التروث تيبل للحالة هاي عشان بدنا نفوت على أول واحد بيكون موجود عندي طبعا هنا إحنا طالما أنه عندي متغيرين بدنا نأخذ جميع الحالات يا أخوان ونعمل التروث تيبل لهم أوكي هاي أخذنا أول حالة بدك تأخذ الحالة الثانية يوم ما كانت عندي بدها تكون عندي X بتساوي 0 والY بتساوي 1 ماشي وبدك تأخذ الQT بتساوي 1 والNot QT بتساوي 0 أو 1 ما هي الQT والNot QT متممات لبعضهم أوكي وبنعمل التروث تيبل اللي بدنا إياه يعني أخذنا الQT بتساوي 1 والNot QT بتساوي 0 هاي الحالة الثانية وبدك تأخذ الحالة الثالثة تغير ظلك تغير كتروث تيبل ماشي لو جينا عملنا لو اجينا نعمل التروث تيبل لأول حالة اللي هي هاي الموجودة عندي عشان نعمل الثانية يا إلكو مش فاهمين إشي يا إنه هاي X وY بدي أخذ أنا اللحظة الزمنية الحالية وبدي أخذ النكس ستيب لي QT زائد واحد ماشي هنا عندي not QT وعندي not QT زائد واحد طيب لو جينا نعمل تروث تيبل هاي زيرو هاي زيرو مش هيك بناخذ احنا وهاي زيرو هنا زيرو وزيرو واخذناها يوم ما كانت عندي اللحظة الزمنية الحالية النكست ستيت هنا عندي زيرو ناخذها وناخذ هاي عندي واحد هسا النت كيو تي هون النت كيو تي مش ضابطة هون بعيدة صح QT not QT not QT متى شو بدها تكون عندي واحد وصفر عكسها اللحظة الزمنية القادمة شو بدها تكون عندي بالQT زائد واحد هاي بتكون عندي not يعني هنا واحد وهاي صفر منين جبتن هذول يا أخوان المخرجات من هنا بس الله مني نفيتهم ماشي شباب هاي للحالة الأولى هسه بدك تأخذ الحالة الثانية بنفس الطريقة تسوي للثالثة والرابعة بعدين تعمل التروث تيبل كامل متكامل أنا هيك حاب يعني عشان ما نضيعش الوقت يعني طيب خلينا نحكي أبسط
هاي الأنواع الفلوب فلوب بيسموها أبسط واحدة بيسموها SR أو RS. عرفت شو بطلب منكم قبل ما أمسح؟ بدي يا أخوان تعمل لي تروث تيبل لها كامل. إحنا أخذنا أول حالة ماشي؟ أخذنا إحنا أول حالة. هسا أنت بدك تأخذ الحالة الثانية والحالة يعني الحالة الأولى هاي حالة الثانية الثالثة والرابعة. في حالة الصفر وفي حالة الواحد. هذول بهمني تعمل إياهم بتروث تيبل وتورجيني شو بطلع معك. أوكي؟ أنا بحكي عن هذول. هاي سويناها هون. أسدك سوي لي الثانية والثالثة والرابعة. تأخذ احتمالات الثانية. ماشي؟ ماشي يا شباب. ارفعوا لي ايديكم كلكم يمين بس وعيسى اللي صح تاهين معي. دكتور بدك نزلها على المس. شو هي انا كيف فرجك اياها لك انا بدي يعني انتم تعرفوهن وانا ابعثوا لي اياها يا ستي ابعثوا لي اياها ما في مشكله. يعني انا بدي اشوف يعني مصحصحين معي مش مصحصحين معي. وين باقي الشباب؟ معاك يا دكتور. معاك دكتور معك. أحمد منذر. أحمد فضيل. موجود يا دكتور. طيب كويس رفع لي إيدك. هاي رفعت. يعني مش شايفك رافع يا أحمد. هاي رافع. هيك رفعت. محمد سلامات. موجود يا دكتور. المرة الفاتت إنه ليش طلبت سألت عنك لأن بالسؤال الرقم العشري انا الرقم رقمك الجامعي 10 ولا 8 8 8 الرقم العشري رقمك الجامعي ها 8 دكتور 8 عندك والله هذا العلم جديد نعمل بالجامعه صح طيب ماشي يا اخوان طيب بدنا نشطب هذول الموجودات عندي اوكي هسا نحكي انا وين وصلت قلنا احنا عندنا في عندي دائره الاس ار او ار اس انت زي ما بدك سموها اللي هي ابسط انواع الدوائر او ابسط السيركت للفلوب فلوب وهاي الكلمه اجت من وين يعني ليش اس ار فليب فلوب اجت من وين كلمه من ست وايش ورست شو يعني ست ورست يا اخوان هي حاله الاستقرار وحاله الاستقرار او حاله التحفيز اللي هي النشطه الاكتف مش هيك يعني كلمة الست فإذا يعني إذا كان ست الموضوع معناته في إيش بيكون يساوي واحد إذا كان رست بده يكون عندي يساوي إيش زيرو شيك فأجت هاي الست فإذا كان الست بيساوي واحد هذا بيساوي إنه الكيوتي دائما إيش بده تكون بحالة الواحد و إذا كان ريست بيساوي واحد شو بيصير عندي أنا بتصفر لفلوب فلوب خلينا نرسم الرسمة عشان نعرف نقراها زي ما بدنا بصير نرسم دائرة الاس ار عشان نعرف عن شو بنسولف هون عندي بوابة النور وهون عندي بوابة النور ماشي هنا عندي الار هنا عندي الاس هذه بتكون مخرج لهون وهون بيكون عندي مخرج مدخل لهون هاي اللحظه الزمنيه الحاليه وهذه عندي النط كيو تي واضحه شباب هاي ار وهاي عندي ست هذا بنسميه احنا الاس يا حول ولا قوة إلا بالله S R floppy floppy flop أوكي طيب هلا هذا كيف بده يشتغل ال S R
هسه شرحته. طيب بنفس الطريقة اللي حكيناها صح؟ حسب شو عند المدخلات و و و إلى آخره. هذا بناء على إيش إحنا عملنا بهالطريقة هاي؟ لاحظت أنت شو قلت أنا؟ إنه في عندي أنا الدائرة الأساسية للفلوب فلوب اللي رسمت لك إياه قبل هالرسمة هاي اللي يوم ما حطيت لك X و Y تتذكر؟ تمام. هي نفسها طلعت هذا الـ SR. هسا الـ SR ممتاز هذا، لكن في عندي نوع من أنواع الفلوب فلوب بالـ SR بسموه Cloaked، ماشي؟ Cloaked SR فلوب فلوب. إيش يعني معناتها هاي؟ مخفي. Cloaked. Cloaked يعني إيش؟ مؤقت. مؤقت صح؟ تمام. هذا طبعا ضايل أقل من دقيقة يا إخوان، فبتمنى إنه فادي. صباح الخير يا فادي. فادي داود. يا هلا، صباح النور دكتور. مالك مش مشاركني من مرة اليوم؟ لا والله صحيت متأخر وقاعد بسوق للدوام. أوكي سي ماشي. واضح شباب شو اللي بحكي فيه أنا؟ هلا أنا بدي هذا بسموه دائرة المرجاح أو الفلوب فلوب الموقوت. أوكي، هاي الدائرة بدي أحكي فيها بكرة لأنه ما ظلش وقت. أوكي، أساس ما أبلشش عشان أرسم الرسمة. طبعا هاي الكلوكد، طبعا هاي الرسمة مش إلوها، مش للموقوت، لأن أنا الموقوت معناته بده يكون في عندي ساعة، في تايمر عندي،